بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سعادة أمين الدولة في إدارة الأراضي والحكم المحلي، ممثلاً لفخامة رئيس الجمهورية، فضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، فضيلة المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو، فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، السادة رؤساء المؤسسات الكبرى للدولة، السادة الوزراء أعضاء الحكومة، السادة السفراء ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلو المنظمات الدولية، السادة المستشارون، السادة الإداريون في الدولة، سعادة ممثل جلالة سلطان مدينة الجمينة، سعادة الأمين العام لجامعة الملك فيصل، السادة العلماء أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السادة العلماء رؤساء المجالس الفرعية في الولايات، السادة أئمة الجامع الكبير، فضيلة رئيس اتحاد أئمة المساجد، أصحاب الفضيلة الأئمة ومناجيب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الدوائر العشرة للعاصمة، فضيلة رئيس بعثة الأزهر الشريف وأعضاء البعثة الأزهرية، فضيلة رئيس رابطة المادحين بجمهورية تشاد والإخوة المادحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفضيلة العلماء المقدمون في الطريقة التجانية شيوخ الزوايا، أصحاب الفضيلة الدعاة وحفظة كتاب الله وطلاب العلوم الشرعية، الإخوة في لجنة التنظيم من طلاب حلقة عبد الله بن عباس البالغ عددهم 500 من 400 من الرجال و100 من النساء، الحضور الكريم، مع احترامنا لألقابكم ومسمياتكم الرفيعة نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي قبل أن أدخل في تصنيف هذا الاحتفال أن أرحب بالأخوات الداعيات العالمات والحافظات ومديرات مراكز محو الأمية، الأخوات من الأمهات والبنات اللائي حضرنا في الباهة الخلفية للجامع الكبير للملك فيصل بهذه الكثرة لمتابعة حيثيات هذا الاحتفال والمشاركة فيه. جميعكم مرة أخرى نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الجامع الكبير العاشر المسمى باحتفال الشارقة الذي يقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا اليوم أيضاً بالجامع الكبير للملك فيصل، فأهلاً وسهلاً بكم. أيها الحفل الكريم، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دأب أن يقيم في كل عام الاحتفال الرسمي والشعبي، الاحتفال الرسمي الذي يدعو فيه عدد محدود من الشخصيات الاعتبارية وقد قدم، واليوم نحن في هذا الاحتفال الكبير البهيج الذي أتت إليه هذه الوجوه الطيبة الطاهرة لتحضره وتشهد فعالياته. فخير لقائنا معكم سادتي القرآن الكريم. أدعو الشيخ القارئ حسين يوسف آدم فليتفضل مشكورا ومأجورا ليفتتح لنا هذا الحفل بآي من ذكر الله الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة. أيها الحفل الكريم، هذا هو أحد فرسان تشاد الذين رفعوا علم البلاد عاليا في المحافل الدولية في مسابقات القرآن الكريم، حتى عرفت بلادنا تشاد بفضل الله ثم بفضل أبنائها من حفظة كتاب الله ببلد القرآن الكريم. وهم الذين إذا حضروا في أي مسابقة دولية فإن المشاركين في مثل هذه المسابقات يسألون عن ممثل تشاد، من هو وكيف هو، لأنهم يعرفون أن تشاد هي بلد القرآن الكريم. أيها الحفل الكريم، منذ أكثر من 10 سنوات والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يرسم مثل هذه البهجة في نفوس المحبين لرسول الله في هذا الاحتفال الجامع الكبير الذي أوكل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الشفاء العاجل والتام ويعود إلينا من سفره معافا ومسددا وموفقا، لأن إخواني في هذا البلد محتاجين إليه. فلا تنسوا في نهاية هذا الاحتفال أن تدعوا له. أوكل فضيلته تنظيم هذا الاحتفال الكبير إلى فضيلة مولانا الشيخ صالح محمد رمضان، رئيس اللجنة التنظيمية العليا المكلفة بتنظيم الاحتفال الرسمي والشعبي في هذه البلاد. هذه اللجنة التي تشرف منذ حلول شهر ربيع الأول في اليوم الواحد ما يفوق على 20 احتفالا هنا في العاصمة وحدها، ناهيك عن تنسيقاته مع رؤساء المجالس الفرعية في مختلف الأقاليم، إلا أنه في هذه اللحظات
يغيب عنا لعذر مرض فيمثله في كلمته وهي كلمة اللجنة التنظيمية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ندعو فضيلته. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هديه إلى يوم الدين. السيد ممثل رئيس الجمهورية أمين الدولة بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، صاحب الفضيلة الحاضر الغائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر حفظه الله وشفاه وأرجاه إلى بلده سالماً غانماً. السيد صاحب الفضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأخي الدكتور محمد قاطر عيسى، صاحب الفضيلة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور الحلو، صاحب الفضيلة الشيخ صالح محمد رمضان رئيس اللجنة التنظيمية للاحتفالات الرسمية والشعبية الذي غاب عن هذا الحفل لعلة مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. السيد ممثل سلطان مدينة إنجمينة، أصحاب الفضيلة رؤساء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالولايات، أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، أصحاب الفضيلة الأئمة والدعاة وحفظ كتاب الله، الإخوة مناديب المجلس بالدوائر العشرة، الإخوة الوزراء والمستشارون والأمناء، الإخوة رؤساء ومدراء الجامعات والمدارس، الإخوة رؤساء منظمات الدولية بالبلاد، أصحاب الفضيلة المقدمون في الطريقة التجانية وأعضاء مكتب المشيخة، الأخوات الفضليات العالمات الداعيات والحافظات لكتاب الله، الإخوة القادمون من ضواهي العاصمة ومدينة كسري، الإخوة المنظمون لهذه الاحتفالات الرسمية والشعبية، الأخ فضيلة رئيس بعثة الأزهر الشريف وإخوانه أعضاء البعثة، الإخوة المنظمون من حلقة ابن عباس الذي يبلغ عددهم 400 من الشباب و100 من النساء. الإخوة المحتفلون كباراً وصغاراً رجالاً ونساء، الأخ ممثل رئيس الجمهورية الحفل الكريم،
يسرني نيابة أن رئيس اللجنة التنظيمية للاحتفالات الشيخ صالح محمد رمضان وإخوانه في اللجنة أن نقدم إليكم كلمة لجنة التنظيم. الإخوة والأعزاء، الحفل الكريم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يقيم هذا اليوم الاحتفال الشعبي الكبير بذكر مولد النبوي الشريف الذي يحضره الجمع الغفير، ومنهم كما ذكرت إخواننا رؤساء المجالس الفرعية بالبلاد. ويرأى هذا الأخ وزير في الدولة من وزارة إدارة الأراضي. أيها الحفل الكريم، نهنئ الأخ رئيس الجمهورية الأخ إدريس ديبي إتنو بهذا العيد، عيد المولد أو نسميه عيد الكرامة. نهنئه ونهنئ أسرته ونهنئ الحكومة ونهنئ الشعب التشادي. قول السلام عليكم ورحمة الله ثانية مرة. الإخوة في المجالس حضروا معنا ما يبلغ 23 ولاية. أيها الإخوة، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقيم هذا الاحتفال الشعبي الذي نسميه احتفال الشارقة، ونقلناه إلى المسجد الكبير. هذا الاحتفال بدأ منذ 10 سنوات، هذه السنة هي السنة العاشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا هذه النعمة التي ننعم بها، وكثير من الدول لم يجدوا هذه النعمة كما وجدتموها. نحن نعبر بتنظيم هذه الاحتفالات الشعبية وبجانبها الاحتفالات في المساجد والزوايا وكذلك في المديريات وفي المراكز وفي القرى. نشكر الجميع بقيامهم بتنظيم هذه الاحتفالات، إنما يعبر هذا الاحتفال حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وحب أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء يحشر مع من أحبه، من يحب الحبيب فهو حبيب، وعداة الحبيب هم أعداء. إذن نشكركم جميعا، ونشكر الإخوة المادحين بالعاصمة وضواحيها وجميع المهديين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدولة تشاد، دولة تماي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار. ومن أراد بهذا البلد خيرا أجر الله على يديه الخير، ومن أراد بهذا البلد الشر نقول رد الله عليه شره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننعى جميع المسلمين بوفاة شيخنا الجليل الشيخ موسى إسحاق شغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويوفر لجميع علمائنا ودعاتنا
ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.